مرحبا، معكم دكتور مارك نجار، استشاري جراحة العظم والمفاصل بمستشفى ميدكير الشارقة. اليوم بدنا نتناول موضوع كتير مهم، هو وجع الظهر أو low back pain عند الأطفال. هو موضوع جدا بهم الأهل، وهالظاهرة صارت تقريبا منتشرة بالمجتمع عنا، خصوصا مع هالشنطة الكبيرة اللي بيروحوا فيها الأولاد على المدرسة. هلأ أغلبية الوقت وجع الظهر بيكون سببه ما بيخوف، بيكون شغلة منا سيريس، بس في بعض الأحيان، عم نحكي تقريبا بال10% من الأوقات، بيكون الوجع الظهر بده فحص سريري وبدنا نعمل صور كرمال نطلع بتشخيص ونعالج الولد. بالنسبة لوجع الظهر عند الأولاد بيختلف السبب عن الكبار. فعندنا أوجاع بتصيب الولد بس يكون تحت ال10 سنين، وهل إجمالا السبب بيكون التهابات جرثومية أو أنواع من الأورام الحميدة، أوقات ببعض الأحيان لسوء الحظ بيكون في أورام خبيثة. بينما أوجاع الظهر اللي بتصيب الأولاد فوق ال10 سنين، يعني من ال10 ل18، إجمالا قريب شوي للأوجاع عند الكبار. يعني بيكون أوقات عندنا مشاكل ديسك، بيكون عندنا مشاكل خلقية بالعمود الفقري، بيكون عندنا مشاكل اعوجاج بالظهر، وكمان بيكون عندنا مثل الكبار بيكون عندنا مشاكل بالعضل، تشنج عضلي. كتير كمان مهم إنه نعرف أي متى نجيب الولد عند الحكيم. فبالنسبة للوجع، نوعية الوجع بتختلف. فالوجع اللي بيصير مع الحركة مثلا ما بيخوف لأنه بيكون له علاقة بالعضل أو بالعظم، بينما الوجع اللي بيصير بالليل بلا ولا سبب، هذا مفروض يخلي الأهل ياخدوا الولد عند الحكيم. في كمان أمور تانية بنسميها نحن red flags، يعني بجراحة العظم وحتى بجراحة العمود الفقري، منهم الوجع اللي بيمتد للإجرين أو بنسميه radiation أو radiculopathy. هذا كمان لازم يخلي الواحد يروح عند الحكيم كرمال استشارة. إجمالا أغلبية الحالات، يعني عم نحكي عن 50 ل60%، الأسباب بتكون منا خطرة، يعني بتكون تشنج عضلي، وخصوصا هلأ بهالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، الولاد اللي بيروحوا على المدارس إجمالا بيحملوا شنطة كتير تقيلة. صحيح في منهم بياخدوا شنطة على فيها دوليب، بس أغلبيتهم بعضهم بيحملوا باك باكس، سو هيدي بتولد آلام بالظهر. وكمان يعني أوجاع الظهر بتجي نتيجة البوزيشن اللي بيقعد فيها الولد. هلأ بوجود الآيباد، بوجود الآيفون، بوجود الكمبيوتر، دايما نقعد بشكل نحن ظهرنا فيه لفترة طويلة، وهذا بيولد كمان مشاكل بالعضل وبالعظم مع الوقت. فهول مبدئيا أغلبية الاستشارات اللي بنشوفها نحن عنا بيكون عنا أوجاع ظهر ما بتخوف. فنحن فينا نعرف بس نحكي مع الأهل ونحكي مع الولد، نسأل بعض الأسئلة ونعمل فحص سريري ديتيل، أوقات نضطر نطلب صورة إذا في شيء شوي غريب بالقصة، بس أغلبية الأحيان تنحل بدواء وتنحل بعلاج طبيعي أو تمارين بيعملها الولد بالبيت. بيبقى الشق الثاني اللي هي القصص اللي بتخلينا نعمل ناخد غير تدابير. فمثل ما قلت قبل، أوقات حسب عمر الولد، إذا عندنا ولد بيجي تحت ال10 سنين لازم نفكر إنه في شيء جدا غريب. إجمالا الأولاد تحت ال10 سنين ما بيشكوا من أوجاع بالظهر إلا إذا في مشكلة عضوية. فهون لازم ناخد الشغلة بشكل جدي ونسأل أسئلة ونفحص الولد كمان بشكل كتير ديتيلد. وفي كتير صور فيها نعملهم، منهم إكس رايز، منهم سكانر، أوقات نضطر نستعمل الأمر آي أو نوع من السكان بنسميه سبكت سكان لنقدر نعرف شو فيه. إجمالا إذا وجع الظهر بيترافق معه عوارض تانية مثل الحرارة، مثل ولد عم ينزل وزنه، لازم نفكر بالأمور مثل الالتهابات الجرثومية. والالتهابات الجرثومية بتصيب الأطفال تحت ال5 سنين، عندهم تندنسي إنه يتأثروا أكثر من الـ من الـ من الـ من الناس اللي فوق ال5 سنين. ليه؟ لأنه الديسك والفقرة موصولين ببعضهم وبيتغذوا من ذات الشريان، فعنا احتمال أنه يصير عنا التهاب بشكل جدا سريع، وبيجي الولد ما عم يقدر يمشي أغلبية الأحيان. وفحص دم مبدئيا ببين أنه عنا التهاب،
اوقات نضطر ناخد زرع اذا كان الالم ما عم يروح على الانتبيوتيك او على الادويه، وبنضطر كمان نثبت الظهر، فيها نستعمل جافسين او نستعمل نوع من المشد. فهذا بالنسبه للالتهابات الجرثوميه، اغلبيتهم بصحه والولد بيقدر يكمل حياته بشكل طبيعي، بس بالاول اكيد بده دخول المستشفى وياخد انتبيوتيك بالعرق. في عنا الشق الثاني كمان اللي عم نحكي تحت ال10 سنين، في كمان نوع من الاورام اللي هن الحميده بيعملوا كمان اوجاع بالظهر، وهون لازم نميز بين الاورام الحميده والاورام الخبيثه. الاورام الحميده اجمالا بتبين كوجع موجود دائما ما له علاقه بالحركه وموجود بالليل، وبروح على الدواء، بروح على الانتي انفلاماتوري، سو هذا كمان في نلقطه بالصور. وفي عنا اكيد الاوجاع اللي بتجي نتيجه تشوهات بالعمود الفقري، من السكوليوسس او النجف اللي هو كمان بس يكون درجة عالية بيعمل وجع بالظهر. في عنا مرض تاني أو انتيتي تانية بنسميها شورمانز كايفوسس اللي هي الحردبة من فوق، كمان بتعمل وجع ظهر بس نوصل لدرجة عالية. وفي عنا الأوجاع الظهر اللي بنشوفها كمان مثل عند الكبار اللي هو الديسك. الديسك كمان شغلة بنشوفها عند الصغار، ما بنشوفها قد ما بنشوفها عند الكبار، بس كمان بنشوفها عند الصغار، وهذا شغلة كمان مفروض تكون بالتشخيص تبعنا، بلايحة التشخيص تبعنا أو بالديفرنشل. فهيدي كمان فينا نشخص من خلال الفحص السريري وصورة مثل الـ MRI، والعلاج تقريبا قريب على العلاج اللي بنعمله للكبار. بنبلش بعلاجات تقليدية مثل الحبوب والعلاج الطبيعي، وبنترك دايما العمليات للآخر. في عنا كمان شغلة بنشوفها عند الأولاد ما بنشوفها عند الكبار، اللي هي اوقات بيكون عندنا شيء مشابه للديسك اللي هو مركز النمو. مركز النمو تبع الاولاد اوقات بيكسر منه لحاله وبيكبس على الحبل الشوكي وبيعمل كمان وجع بالظهر، وهذا فينا نشخصه من خلال صوره بسيطه، والاوجاع بتكون مشابهه للانزلاق الغضروفي. كمان هيدا بيتعالج اجمالا بعمل جراحي، بس 50 او 60% من الاوقات بيكون الوجع بس سببه تشنج عضلي، وبيعوز الولد بس يعمل تمارين او ياخذ ادويه بشكل يعني لمده قصيره وبيمشي الحال. هعرفكم على استاذ اناس اللي هو مدير الماركتينج عندنا بمستشفى ميدكير، وحيسالني شويه اسئله. اهلا، كيفك؟ الحمد لله. حيسالني شويه اسئله that are being streamed هلا من على انستغرام وعلى فيسبوك. تسلم دكتور. اليوم موضوعنا كثير غريب شوي، او مش غريب، مش كثير ما متداول فيه، بس متداول فيه يعني كثير ناس بيسمعوا ممكن بيجي عندهم مشاكل مع الاطفال علشان الم الظهر. طيب دكتور، شو الاعراض، الاكثر اعراض المتداوله عند الاطفال ممكن نقول لالم الظهر اللي بتشوفها حاليا؟ هلا مثل ما قلت بالاول، اغلبيه الاولاد اللي بيجوا لعنا على العياده بتكون الاسباب الوجع الظهر بتكون اسباب عضل، يعني تشنج عضلي مش مشكله بالعظم. نحن ما ننسى لأنه الظهر في عنا عدة عضلات، في عنا تقريبا 6 عضلات على كل ميلة، والعضل بيتشنج إذا أخذنا position غلط، مثل ما كنت عم بحكي، إذا واحد بيقعد على الآيباد على الآيفون لفترة طويلة العضل بيقصر يعني، وبيصير في عنا تشنج. كمان هيدي إذا في عنا قلة حركة مثل بهالبلدين، نحن هون عنا الولد بقود ما بيطلع لبرا إذا في شوب كتير أو في حر، فبيضلوا قاعد بالبيت، فبيصير عنا هالانكماش بالعضل اللي بيعمل تشنج. فهي أغلبية الحالات اللي منشوفها ومنشخصها بفحص سريري بسيط يعني. أوقات نضطر نطلب صورة إذا الوجع كان له فترة طويلة، فهمت علي؟ صحيح إنه وجع بيكون له علاقة بالحركة، بس بيكون له فترة أكتر من 6 أسابيع وما عم يروح على المسكنات، أوقات نضطر نطلب صور بهالحالات، بس لنستثني الأمور التانية اللي حكيت عنها اللي هي مشاكل بالعظم أو مشاكل بالحبل الشوكي. نعم، فهمت عليك دكتور. طيب يعني هدول معناتها انه وقتها هاي بتكون الاصابات انه شد عضلي ممكن نقول، اللي بتكون جاي للاطفال بسبب انه كانوا على الايباد او كان بسبب المدرسة او كان بسبب الحركة. نعم. هل دكتور ممكن تيجي اصابات رياضية اكتر للاطفال وبتسبب لهم الام بالظهر؟ نعم. هذا سؤالك كتير حلو. هو في عنا اصابات رياضية بتصير عند الاطفال وبس عند الاطفال، خصوصا عند الاطفال اللي بيعملوا رياضه جيمناستكس او السويمينج، او حتى اللي بيوقفوا جول كيبرز بالفوتبول، بيصير عندهم اصابه باسفل الظهر بنسميها سبونديولولايسيس اللي هي احتكاك بين الفقرات تبع الظهر، بتولد كسر بسيط بالظهر. هذا بيعمل وجع، وهالوجع بيصير مزمن وبيصير له علاقه بالاكستنشن، يعني بس الولد يجلس ظهره لورا، وهذه تيبكال يعني من القطع الفحص.
بنعمل صوره وبنشوف هو اي درجه وبنحكم اكوردنجلي. في اولاد بنوقفهم عن الاكتيفيتي لفتره بين 3 و6 اسابيع، في اولاد بنلبسهم مشد او كورسيه لفتره، وفي بعض الاحيان اللي بيكون عندهم الكسر على الميلتين هول بننصح بعمل جراحي اوقات لنثبت هالكسر. فهيدي بتجي نتيجه الرياضه الاكسسيف سبورتس، لانه هلا ما تنسى كمان بهالايرا اللي عايشين فيها اوقات عم يكون عندنا بروفيشنال اثليتس من عمر صغير من 12 ل 13. اكثر شيء عم بركز على الجيمناستكس والسويمنج لانه هو اكثر شيء بيعملوا مشاكل بالفقرات اذا الواحد هي براكتسز بشكل يعني انتنسيف من هو صغير طبعا. بس أكيد. دكتور تركزت على الجول كيبر الحارس يس اشمعنى؟ لانه الجول كيبر بس بده يرد الطابه بيعمل اكستنشن هايبر اكستنشن. اوكي كل هالرياضات اللي عم بحكي عنهم انا انفولف اكستنشن اكثر شيء اكستنشن. جول كيبر اكثر شيء اكستنز هيز باك ليفز وينط ويلقط الطابه. اوكي انا بقول يلا اشمعنى الجول كيبر بسميه اللاين مان او الجول كيبر. طيب دكتور اجانا هلا سؤال بقول لك ابني عمره 12 سنه كثير بيشكي من الم ظهره وغالبا بيكون في فترات الدراسه بسبب الشنطة المدرسية كثير تقيلة بالإجازة بيرتاح من الوجع وعنده كمان نقص فيتامين دي شو بتقدر تعطي النصيحة للموضوع؟ هلأ بالنسبة لهي الحالة أكتر شيء بنشوفها عندنا خصوصاً هون عندنا نقص بالفيتامين دي كتير كبير لأنه ما بنقعد برا بالشمس خصوصاً بس يكون في كتير شوب. فأكيد فينا نعطي فيتامين دي سبليمنتيشن، هالشي بيجي على فورم تابلتس أو أوقات شراب، بس أكيد بنكون عملنا الفيتامين دي ليفل قبل لنشوف قديش بدنا نعطي خصوصاً للأطفال. اهم شيء نعمل ستريس على الموضوع انه ويشد نعلم الاولاد يعملوا شيء اسمه بوستشر اكسرسايزز اللي هو تمارين كيف يوقفوا مزبوط كيف يقعدوا مزبوط، خصوصا هن وعم يدرسوا هن بالبيت وبالمدرسه لما يعملوا ضغط على ظهرهم. هلا قصه الشنطه يحملها على ظهره هي ما في مهرب منها لانه اوقات بيكون اجباري بالمدرسه بدهم يحملوا كل هالكتب ما عندهم لوكرز. في بعض المدارس عم تسمح بالشنط اللي عندها دوليب، هيدا يعني هول بيسهلوا وما بيخلوا الواحد يحمل الشنطة على ظهره. بس هي مشكلة وجع الظهر من العضل من وراء شيء تقيل أو من وراء بوزيشن معينة، هيدي أكتر حالة منشوفها. وليش طبعا هي تمارين مبدئيا تمارين للظهر لنقوي عضلات الظهر. هو أحسن شيء إنه وقت إنه يعملوا تمارين للظهر ويقدروا بس ما يعطوا بين كيلرز مثلا. فينا نعطي نحن للولاد نعطي بين كيلرز فور أشورت بيريد، يعني عم نحكي عن 10 أيام او اسبوعين ماكسيموم، وبنحكي عن الانتا انفلاماتري، يعني بنعطي انتا انفلاماتري كورس، وبنعطي كمان شويه مسكنات انالجيزك مثل البانادول كمان بيساعدوا، بس ما بنحب نعطي لفتره طويله. طبعا بس هذا كله ما حدا يقدر يعطيه الا طبعا ليشوفوا الدكتور يتاكدوا 100% انه اكيد اكيد بدهم اكيد يخضعوا لفحص سريري او نضطر نعمل صور طبعاً. ما فينا نجي نقول انه كل ولد عنده وجع ظهر، الوجع ظهر بيكون سببه بسيط او تافه، لازم نتاكد من هالشيء لانه مثل ما قلت بالاول في اوقات اسباب خطره وعندها كثير ريبركشنز، وافضل نعرفها من الاول لانه فينا نعالجها بشكل اسهل بالاول. طيب دكتور سؤال ثاني اجانا بقول لك هو مكتوب بالانجليزي، what is the acceptable weight for school bag؟ what is the acceptable هو لسوء الحظ ما في عندنا ما في شيء ستاندرد ويت، بس الواحد اللوجيك بتقول ما تكون اكثر من 1/3 تبع الويت تبع تشايلد، ما هيك 1/3 نوت مور ذان 1/3 اوف ذا تشايلدز ويت ات ميك سنس. بس لسوء الحظ يعني حتى بنشوف هالصور، يعني او اذا عندك ولاد وبتعرف وبروحوا على المدرسه بتشوف اوقات الشنطه بتطلع قد الولد يعني. نعم صح. هيدي ما فيها تتنفذ براكتيكلي الا اذا المدرسه عندها لوكرز عندها عندها سيستم معين. هلا في مدارس كتير بيدرسوا على الايباد بيدرسوا على الكمبيوتر ما بيحملوا معهم كل هالكتب خفيف. فمبدئيا الافرج يعني الرول هي 1/3 اوف ذا بودي ويت اوف ذا تشايلد، اذا ما نحكي عن قديش لازم يكون وزن الشنطه ماكسيموم، هذا الماكسيموم 1/3 اوف ذا بودي. ملاحظ انا ما شاء الله الاسئله كلها عم تيجي على اوجاع الظهر تبع السكول باج، هذا طبعا شكله ما في كتير سولوشن مثل ما قال الدكتور. طيب دكتور هلا مشان الجلسة الطفل وقت المدرسة أوكي. هل في له حل الموضوع؟ هل ممكن هذا يسبب أول شيء ألم؟ لأنه الجلسة هلأ أنت عارف حمل الشنطة طول الوقت هذا عم يسبب ألم، هل ممكن هذا يسيد أنه كيف بقعد طفل بالمدرسة لأنه قاعد طول الوقت كم من ساعة من الصبح لغاية الساعة 12 واحدة بعدين بدنا نرجع على البيت؟ هلأ الأولاد مبدئيا مش مثل الكبار لأنه بيكون بعد عندهم الغضروف والغضروف فيه جواته مي، يعني مش مثل ما بيكون منشف، عندهم مور فليكسيبيليتي.
سو حتى لو قعدوا لبوزيشن طويله غلط ما كتير بتعمل اوجاع ظهر، بس لازم نعلم الولد يقعد بارجونوميك بوزيشن بطريقه مريحه للظهر، لانه هيدي بتخلق عاده عند الولد لبعدين انه يقعد بشكل مزبوط وتخفف المشاكل لبعدين. بس هي الاولاد هن وصغار قليل جدا قليل جدا انه القعده الغلط تولد مشكله مزمنه عندهم، فهمت علي؟ فلا ما كتير بتعمل مشاكل، ما كتير بتسبب مشاكل، ما كتير بتسبب مشاكل اذا قعدوا غلط لفتره، يعني لانه مثل ما قلت الديسك تبعهم بيكون بعده لين بعده سوفت واتكن اكوموديت. طيب دكتور، شو هي الاعراض اللي لازم واحد ياخذ ابنه للطبيب؟ شو هي الاعراض خلص انه هلا انا لازم اخذ ابني للدكتور؟ سو الاعراض اللي لازم تخلي الاهل يفكروا يجيبوا اولادهم عند الحكيم هن وجع ظهر له فتره طويله، اوكي هيدي كتير مهمه، فبس نقول فتره طويله عم نقول اكثر من 6 اسابيع، اوكي وجع ظهر ما له علاقه بالحركه، يعني اوقات في عندنا اوجاع انا بس وطي عندي وجع او بس اعمل شيء معي عندي عندي وجع، هذا ما بيخوف لانه هذا ميكانيكال بين، بس الوجع الموجود بلا حركه هذا بيخوف. الوجع الموجود بالليل نايت بين اللي بيوعي الولد من الليل كمان، هيدا لازم كمان نفكر نجيب الولد عند الحكيم. الوجع الظهر اللي بينزل على الاجرين او بروح على الايدين، هيدا كمان بصير في تنميل بالاجر او بالايد، هذا لازم يخلي الاهل كمان ياخذوا الولد عند 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 الحكيم. واكيد الاوجاع الظهر اللي بيجي مع عوارض تانية مثل الحراره مثل البرديه مثل الولد عم يخسر عم ينزل وزنه ما في شهيه على الاكل، هيدا يعني في عوارض تانية مع وجع الظهر لازم تخلي كمان الاهل يجيبوا الولد عند الحكيم. واكيد طبيعي اذا الولد عم يعمل كونتاكت سبورت، حيلا نوع كونتاكت سبورت واكل ضربه على ظهره ضربه جدا قويه وفي وجع كتير قوي، لازم اكيد يجيبوه عند الحكيم يعني فور سكرينينج. هذول الاعراض المين الميجر. هل دكتور طب اذا واحد مثلا هل ريكومندد اذا واحد اذا جاله ابنه صغير مثلا اللي عم بيجاني ظهري وهذا يعطيه مثلا مسكن يوم يومين ولا اتس نوت ريكومندد؟ هلا مثل ما حكيت اذا العوارض بتصير مع الحركه وما لها كتير الى يوم يومين او ثلاثه، مش غلط انه الواحد يجرب يعطي ابنه مسكن انالجيزك لا يعمل يعني مثل سكرينينج بنقول، يعني لا يعني يشوف اذا الوجع عم يروح، لانه في اوقات الواحد مش دائما عنده اكسس يروح عند حكيم او بيكون تعرف بارض الجمعه مشغولين وهيك قصص. مش غلط اذا الفتره كانت قليله الوجع ما له زمان وله علاقه بالحركه، فينا اكيد نجرب نعطي مسكن اول فتره. اذا حسينا انه لا انه هالشغله عم تطول والوجع ما عم يروح وعم يتغير كاركتر الوجع، ساعتها اكيد لازم نروح عند الحكيم. طيب دكتور اجانا سؤال انه هل ممكن انه ابني يكون عنده ديسك؟ هل ممكن الاولاد الصغار يجي عندهم ديسك؟ اي الديسك هلا منه كتير كومن عند الاولاد قد الكبار، بس لازم دائما نفكر فيه. بس يجينا عنا ولد عنده وجع ظهر عم ينزل على اجره، ذس از كاركترستيك للديسك هرنيشن او انزلاق الغضروفي، اوكي سو هذا ببين على الفحص السريري مبدئيا ببين بوضوح، فينا نعرف حتى اي ليفل الديسك موجود. بس لازم نميز بين شغلتين، لانه مثل ما حكيت قبل عند الاولاد في عنا شغلتين، لانه الولد مركز النمو تبعه ما بيكون مسكر بالفقره، بيكون بعده مفتوح. اوقات مركز النمو بيعمل انزلاق مش الديسك مش الجيلاتين، فكمان بيبين مثل الانزلاق الغضروفي وعلاجه مثل الانزلاق الغضروفي. هذا انزلاق غضروفي مش ديسك، هذا في عنا انزلاق مركز النمو وفي عنا انزلاق الغضروفي، في نوعين تقريبا بيبينوا بذات العوارض. هلا الانزلاق الغضروفي فينا ننطر عليه، فينا نحكمه بطريقه تقليديه نعطي حبوب ونعطي ادويه ونبعث علاج طبيعي، بينما انزلاق مركز النمو هذا بد اجمالا 99% بده عمليه جراحيه، لانه هو شقفه عظم فاتت جوات الكنال يعني ضغطت على الحبل الشوك. سو لازم نميز بين اثنين. من هيك بس ولد يصير عنده وجع ظهر عم يمد على اجره لازم قوام ناخذه عند الحكيم، ما نستهتر ونقول انا ديسك بروح انا محكم ديسك ومش الحال يعني. بس بيجي اكثر للرجل، بيجي دائما العارض الديسك اغلبيه الاوقات، بس يكون في عنا ضغط عصب من الاعصاب ايدر على اليسار او اليمين بيجي عنا وجع بالظهر بينزل على الاجر. هذا الديسك هذا ديسك هرنيشن او انزلاق غضروفي، ومحل الوجع بالاجر له علاقه بوين في عنا ضغط اي عصب بالظهر، يعني اي فقره اللي هي الرابعه الخامسه الثالثه الرابعه او الخامسه واحد حسب عدد الفقرات. طب هل ممكن دكتور انه يكون يصير عنده ديسك بس بين الرقبه والظهر؟
أغلبية الديسكات اللي بنشوفها عند الأطفال يعني انزلاق الغضروف أغلبيته بنشوفه بأسفل الظهر. أسفل الظهر. الأمور اللي بنشوفها بالظهر من فوق الـ upper back والـ cervical spine يا مشكلته خلقية يعني مشكلة بالعظم، يعني عم نحكي أنه فقرات خلق الولد عنده فقرات متصلين ببعضهم مع غياب للديسك، هذا بنسميه congenital scoliosis أو congenital kyphosis. وفي مرض تاني بيصيب الأولاد من 10 سنين لـ 13 اسمه شورمانز كايفوسس، اللي هو الولد اللي بيخلق عنده حردبة، تشوف عنده حردبة على ظهره بس يمشي وهالحردبة بتزيد. هذا شورمانز كايفوسس العلاج تبعه مبدئيا أول شيء لازم يتشخص، بنعمل صورة وبنشوف قديه فلكسبل الظهر، قديه فينا نحركه يعني قديه بيفتح الظهر. إجمالا بنحط له مشد، بنلبسه مشد لفترة وبيرجع بيعمل ريموديلينج الظهر. في بعض الأحيان بس تكون هالكايفوسس أو هالإعوجاج بالظهر أكثر من 70 أو 80 درجة بنضطر نعمل عمل جراحي. يعني هلا في حلول للحردبة صار حاليا؟ أكيد. إذا اكتشف عند الموضوع الأطفال. عند الأطفال، عند الأطفال إذا انلقطت بوقت، يعني عم نحكي عن قبل 12 13 سنة، أكيد في حلول ترجع الولد طبيعي. وبيبين طبعا عند الطفل انه في عنده حردبة، بيبين الاهل بينتبهوا له، بيقدر ينتبهوا له. وعلى الفحص السريري جدا كاركترستيك، يعني بنخلي الولد يوطي وبيبين الحردبة، بيبين على طول، بيبين دايركتلي قدامنا وبنعمل صورة وبنقدر نقيس على الصورة. لانه حاليا ما شفنا، ممكن ما بنشوف كثير من هالحالات لانه ممكن صار في حلول، صار الناس ينتبهوا عليها واعيين اكثر للموضوع. اكيد هلا في وعي اكثر من قبل، خصوصا انه بالمدارس، في بعض المدارس بيعملوا سكرينينج للسكوليوسس، يعني للنجف ولاوجاع الظهر، ففيهم بينتبهوا لهم وبيلقطون باول بالمراحل الاولى، يعني بيساعدهم على طول. طيب دكتور، وهل الوزن الزائد كمان ممكن يسبب كثير على آلام الظهر للأطفال؟ أكيد. هلأ نحن لسوء الحظ يعني قصة البنانة بالمجتمع تبعنا هلأ صارت كمان موجودة كثير، مع الفاست فود الموجود ومع كمان قلة الرياضة، فأكيد الأوبازيتي أو البنانة على عمر صغير يعني أقل من 12 سنة بده يحط ضغط على مفاصل الظهر وعضلات الظهر، وبده يعمل مشاكل لبعدين. هلا اكيد ما بيصير عندنا المشاكل اللي بنشوفها عند الكبار، لانه مثل ما قلت قبل بعده الديسك طري وبعده العظم فلكسبل، بس اذا ما بده يضل في وزن زائد لفتره طويله بده يصير عندنا ضرر بعدين، مثل الخشونه والتكلس وانزلاق غضروفي. بس ممكن ما ياثر هلا، ممكن ياثر للمستقبل، فعشان هيك احسن مزبوط. واحد نحله مزبوط. طيب دكتور، اجاني سؤال هون بس بقول لك، هل علاج الاطفال ديسك الاطفال مثل علاج ديسك الكبار؟ علاج ديسك الاطفال قريب جدا عن علاج ديسك الكبار. نحن اكيد ما بنفكر ابدا بعمل جراحه الا ما يكون عندنا ضعف بالاجر او تنميل او خضار مستمر. بنجرب بالعلاجات التقليديه بالاول، اللي هي اجمالا ادويه، اللي هي المضادات الالتهاب النسيجي الانتي انفلاماتوري والمسكنات، وبنجرب نعمل تمارين فيزيوثيرابي. بعض الاحيان نضطر نعطي ابر بالظهر، ما بنلجأ للعمليه الا اذا اضطرينا. العمليات تبع العمليات الظهر للاطفال اجمالا ناجحه، العمليات اللي بنعمل هلا بنعمل بالمنظار، بنعمل على الليزر، اذا بدنا نشق حيكون الشق جدا صغير، نسميه مايكرو ديسكاكتومي كمان، فالنتيجه احسن بكثير من الكبار بالنسبه للعمليات عند الصغار، لانه الصغار بالنتيجه بصحوا اسرع، يعني بصحوا أسرع بالنسبة للعظم، بالنسبة للعضل، بالنسبة للجرح، وما بيكون عندهم مشاكل طبية مثل الضغط والسكري والأمور هيدي اللي بتخلي الجرح يطول ليصح عند الكبار. نعم. طيب دكتور، قديش هو العمود الفقري تبع الطفل، قديش تقريبا بيكون خلص نمو 100% إنه ما حيصير مثلا إنه ما بنقدر نغير شيء أو نعدل شيء؟ يعني مثلا للكبار خلص بعد ال 18 مثلا ما حتقدر تسوي شيء، هيك صار كان عندك نمو كامل. هل العمود الفقري بضل ينمو مع الطفل لغايه ما يوصل لل 18؟ ما بتاثر بشيء؟ العمود الفقري بضل ينمى حسب اذا كان عندنا صبي ولا بنت. انت بتعرف الصبي بيتاخر لينمى بينما البنت تنمى قبل. سو اجمالا النمو البنات بالنسبه للظهر بيوقف حوالي 16-15 بينما الصبيين 17-18. فبضل عنا نمو، بضل عنا نمو من هيك، بس يصير عنا مشاكل بالظهر عند الأولاد لتحت الخمس سنين. ما بنتحمس نعمل عمليات، لأنه أنت شو عندك غير الظهر؟ عندك الرواية. فإذا أنت عملت عملية بالظهر، الظهر بطل ينمى وصير عندك مشكلة بالرواية، ما بيكبروا كمان، يصير عندهم صعوبة بالتنفس. فإيه، الظهر بيكون عم ينمى بفترة كتير كبيرة من السنة للعشر سنين،
اوكي، فما ننتبه لهالامور. اذا في مشكله بالظهر بدها عمليه جراحيه، ساعتها ما نستعمل اساليب نحطها يعني بالظهر، نخلي الظهر يضل عم ينمى مع 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 الاجهزه اللي عم الأجهزة نحطها. اللي عم نحطها. نعم. أوكي، التقليد هي قديمة. طيب دكتور، من الأشياء الأخيرة حاليا، هل في شو هي الأورام الخبيثة اللي ممكن تيجي للظهر وبالذات مع الأطفال طبعا؟ هلا لحسن الحظ الاورام الخبيثه الموجوده عند يعني اللي بتبين بالظهر منا كتير كومن، يعني هي نادره نسبيا. أكيد. بس ما نفهم انه عندنا مثلا اللوكيميا اللي هو مرض خبيث بالدم عند صحيح. الاطفال، عم نحكي بالاخص عن الاي ال ال، اوقات ببين عند الطفل كوجع ظهر، ففي ناس كتير ما بيعرفوها هيدي اللوكيميا. الموست كومن برزنتيشن اوقات من ناحيه العظم هو انه وجع ظهر، بيجي الولد عنده وجع ظهر وعنده حراره، بس اكيد عم نحكي عن وجع ظهر موجود دايما ما له علاقه بالحركه، الولد كمان عم يخسر وزن، كل هو بده يكونوا مع بعضهم. نعمل فحص دم، اوقات ببين انه الولد لا سمح الله عنده لوكيميا، ساعتها فينا نبلش العلاج. في اورام اورام ثانيه كمان بتعمل بتعمل هي اورام خبيثه كمان بالظهر، اللي هي اوستيو ساركوما والاوينج ساركوما، هن نوعين من الاورام، وهن كمان هولي علاجهم شوي اصعب من غيرهم، لانه هولي بدنا نشيل الورم كله وبدنا نعطي كمان علاج ضغط كيميائي من عالي. بعده، وبدنا نتابع الولد على فتره طويله وحسب متى باي مرحله انلقط هذا المرض. وفي عندنا شغله تانية هي شيء بنسميه ميتاستاسيس، اللي هو المرض المتنقل، يعني بيكون عندنا تيومر محل تاني وبتبين بعدين العظم، بعدين بتنتقل التيومر على العظم بنشوفها بالظهر بالاخر. اكزامبل هو النيوروبلاستوما اللي هو او الويلمز تيومر اللي بيجي بالكلاوي او بالبطن، ما ببين بالاول، ببين اوجاع بالظهر، بنصور الظهر بنلاقي انه في عندنا ليجنز، ليجن بقع. ليجنز بقع اللي هي سببها مرض تاني، فهذا كمان مرض جدا صعب تو تريت، المفروض ينلقط بالمراحل الاوليه، وإذا لهيك ما علاج مظبوط. بالمراحل الأولية دكتور، ممكن السيطرة عليهم؟ يس، اذا النيوروبلاستوما او الويلمز انلقطوا بمرحله اوليه اكيد ممكن نسيطر عليهم، بس الولد بده يضل يتابع تقريبا لفترة كل طويلة، طول حياته حياته. تقريبا. نعم، لأنه مش سهل الموضوع مظبوط، أكيد. الريكورنس ريت عالي فيهم. شكرا كثير دكتور، خلصنا كل الأسئلة، كان اوكي الموضوع كثير شيق، لسه عندي كثير من أسألك عن هذا اوكي الموضوع، اوكي بس شكرا انس، كثير على الانفورميشن حبيبي ولو دكتور، ولو ثانك يو. طيب شكرا جزيلا. انا اسمي دكتور مارك نجار، استشاري جراحة عظم بمستشفى ميدكير الشارقة، استمتعت كثير بهالتوبيك اليوم، ان شاء الله اكون فدتكم شوي وجاوبت شوي على الأسئلة على هالموضوع اللي ما كتير نطرحه، اللي هو وجع الألم الظهر عند الأطفال. شكرا جزيلا. شكرا لكم جميعا. شكرا.